بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أحييكم تحية مسائية حماسية تنطلق مع هذه الانطلاقة القوية، الشوط التاسع في هذا المهرجان الكبير. تنطلق الأسماء وينطلق هذا الشوط الذي يحمل في طياته الكثير والكثير من الأسماء المنطلقة، 39 اسما لامعا تنطلق على البركة والتوفيق. السيارة الثمينة بانتظار سعيد الحظ الجوائز النقدية القيمة، ولله الحمد التي رصدت. رأينا تعداد الأشواط التي لا تعد ولا تحصى، وكذلك رأينا السيارات التي رصدت والمفاجآت، وليس بغريبا على هذه الدار، دار الكرم والجود، مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع الصدارة الأولى، الفائزة من تبحث عن الفوز، الفائزة من تبحث عن السوبر هاتريك، الفائزة من تبحث عن النقاط المتكررة، كما تكرر هذا الشوط مع الرموز ومع السيارات ومع النقاط والفوز والتعداد الرائع. المركز الأول عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع الفائزة ومع من فازت، بينما على المركز الثاني فهنالك الظبي سعيد بن علي بن حمد المري. على المركز الثاني دور المركز الثالث هنالك الانطلاقة القوية، هنالك الروعة والجمال من العبور، عبد الله بن حمودة بن ياسر الجحافي ضيف عزيزة من سلطنة عمان الشقيقة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بينما هنالك الثمينة عبيدة بن محسن بن راشد المري، وهنالك أيضا الاسم القادم بكل قوة جبارة سالف بن عنزان النعيمي مع التحديات. هذا هو النداء الأول للخمسة الأسماء الأولى، الخمسة الأسماء المنطلقة، الخمسة الأسماء والتي تحظى بتغطية إعلامية مباشرة. الله يا الفائزة، الفائزة لا زالت فائزة، الفائزة لا زالت هنالك تقرع قب طبول التحدي والإثارة، هنالك تطبع الطريق السليم المودي إلى الناموس، المودي إلى السيارة، المودي إلى الذهب، الطريق السالك إلى الأمام. تقدم يا أيها الرائع عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع الفائزة، بينما الدور دور المركز الثاني فهنالك ظبي الفلا، هنالك رمز العطاء، هنالك صاحبة الميدان التي أيضا تلاحق الأسماء القادمة بقوة. يا لها من أسماء منطلقة، يا لها من شعارات قادمة. المركز الثاني سعيد بن علي بن حمد الفهيدة المري على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت الرياضية عبيدة بن خيرات بن الدودة بن سيف العامري على المركز الآن الثالث. الدور دور المركز الرابع وصلت هنالك حلوة، وحلوة هي حلوة سالم بن علي بن عبد الله بن عيف العامري مع التحديات، ووصل العامري، ولكن توافيق رائعة سعيدة بن جنازل بن مسلم بن حمرور العامري، وصل العامري مع التحديات. بينما هنالك المركز الخامس الوصول والتسلل من هذا الاسم المنطلق الباحث عن التحدي، هنالك مطرة حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري يبحث عن الفوز والانتصار. 1200 يا الفائزة، 1200 يا مشاركين ويا متابعين أينما تتابعون القنوات الناقلة لهذا المهرجان الكبير. هنالك الفائزة عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على النقطة الأولى، الكيلو المتر النهائي، الكيلو ما بعد كيلو، ما بعد إلا السيارة، ما بعد إلا الناموس. المركز الثاني والقدوم هنالك والروعة من قبل مطرة حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري، والثمانمية متر والقدوم هنالك، والتغييرات الشريعة والانطلاق من الأسماء الملاحقة. بينما هنالك ضغوطات، أو
اول اسم ام خيفة شعار بن عفان وصل هنالك مع عامر بن حمد بن عفان المنصوري ووصول ايضا هنالك من التحديات بينما هنالك العليلي وصلت زعفرانة علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي تستاهل الزعفران يا العليلي تستاهل الزعفران يا العليلي بينما على المركز الرابع هنالك من ديار علي بن خميس محمد الخذيري وصل الخذيري على رابع الاسماء ولكن اعود مع الفائزة قادت الشوط راس وتبحث للهام الراس ولكن ماذا زعفرانة وصلت الرعفة بقوتها سلام يا الامارات سلام يا الرعفة سلام يا زعفرانة علي بن حميد بن سيف بن بدر العلي مع الناموس المركز الثاني هنالك الفائزة عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري وعلى المركز الثالث هنالك التحديات مديار علي بن خميس محمد الخذيري وفي المركز الرابع الوصول من الضبي سيف الراشد مشروم الكعبي وهنالك ايضا شعار بن عفشامن تدخل مع التحديات ومع القوة والانطلاقة هنالك ما شاء الله شهنية سعيد بن حميد برويس الكتبي وبقية الاسماء المنطلقة الباحثة. هكذا يا مشاهدينا متابعينا الاعزاء القوة والإثارة والتوقيت 6 دقائق 11 و 12 جزءا من الثانية ما شاء الله الزعفرانة صاحبة النصر والفوز بينما 6 دقائق 11 و 86 فكانت الفائزة عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري وثالث الأسماء الانطلاق القوي والتوقيت الرائع هنالك والتحديات فكانت الإثارة والإبداع والتميز أيضا من هذه المنطلقة 6 دقائق 15 و 70 جزءا من الثانية فكانت مذيار علي بن خميس بن محمد الخذيري تهنينا والناموس أيها الأخوة لكل الفائزين الذين سجلوا هذه النقاط المتكررة الذين سجلوا هذه اللحظات الجميلة والسعيدة بينما هنالك الكلمة تنتقل لحد الزملاء المعلقين.